ركلات الترجيح، تركيز، ثقة، حظ، أشياء كثيرة مهمة في الدقائق القليلة المتبقى. تصدي رائع، تركيز رائع من حارس المرمى وتصدي مدهش. يتقدم لتسديد الركلة الترجيحية، يبدو أنه بثقة عالية، ثقة واضحة عليه، وكرة في منتهى الروعة من أجل تعديل النتيجة. سددها أرضية في يمين المرمى، يا لها. ثم اللاعب الثاني سيطر على أعصابه وسجل ضربة الجزاء ببراءة من أجل تعديل النتيجة. راحت أرضية في يسار المرمى، تسديدة في الله، ينجح في التسجيل بسهولة من أجل تعديل النتيجة. يا سلام، تنفيذ رائع، الكرة في زاوية، الحان الدور على اللاعب الرابع. كرة ملعوبة في الجانب الأيسر من المرمى، يا لعيب، لمسة كانت رائعة، الحارس ذهب إلى زاوية والكرة في الأخرى. يجب التسجيل من أجل البقاء في المباراة، يجب التسجيل من أجل البقاء في المباراة. هدف ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة. الله، كرة في منتهى الروعة، خدع الحارس بطريقة بارعة، لعب الكرة في الاتجاه الآخر. الكل ينظر إلى حارس المرمى، كرة أخيرة تهدي الفوز للفريق. هذه كرة القدم أحيانا تكون قاسية، بالذات عندما تخسر بركلات الترجيح بدون حظ. هذا اليوم أعطيني حظ وارميني في البحر، الأمر سيء دائما للفريق الخاسر، بالذات عندما يتعلق الأمر أن تخسر ركلات الترجيح، لأنك تكون قد بذلت جهد كبير جدا في المباراة.